داخل مركز شباب الزاوية الحمراء، حبينا نشوف الأنشطة اللي موجودة داخل مركز الشباب، ومعانا الأستاذ محمد أشرف مدير مركز شباب بالزاوية الحمراء. أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا كنت حابة إن أنا أعرف الأنشطة اللي موجودة داخل مركز شباب الزاوية الحمراء. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه برحب بقناه الصحه والجمال، وبرحب بالبرنامج، وبرحب بحضرتك، نورتوا الزاويه الحمراء. احنا عندنا الانشطه الحمد لله انشطه كتيره ومتعدده ومتميزه على مستوى القاهره، بل على مستوى الجمهوريه. يعني احنا عندنا اول حاجه ملعب كره قدم، عندنا نشاط كره القدم نشاط متميز، بنلعب في دوري مراكز الشباب على طول وبنحقق مراكز متميزه. عندنا في نشاط الفنون ده بيمثل الفنون المسرحيه والفنون الشعبيه. دخلنا نشاط جديد على القاهره من الانشطه المتميزه اللي كل الناس بتحبه، اللي هو الموسيقى النحاسيه. ان شاء الله هنبدا فيه الايام اللي جايه ان شاء الله، وهيسمى على مستوى مش القاهره بس، على مستوى الجمهوريه. عندنا ذوي الاحتياجات الخاصه، وهذا بالحضرتك فنون مسرحيه. عندنا الكورال، عندنا ده بالنسبه لانشطه الفنون. بالنسبه للانشطه الرياضيه غير كره القدم، عندي التايكوندو، عندي الكونغ فو، عندي التايكوندو والكونغ فو، وعندي كمان الكاراتيه من الانشطه المتميزه في المركز الحمد لله. يعني مركز شباب الزاويه من المراكز المعروفه على مستوى، اللي بيحقق دايما وبيمثل القاهره بالنسبه للفنون الحمد لله. الحمد لله. طب عايزين نعرف من حضرتك ايه الحافز اللي بتديه للاطفال لسه الناشئين بالنسبه لمدارس الكوره والرياضه عامه، ايه الحافز اللي بتديه لهم عشان يستمروا في الرياضه؟ اول حاجه طبعا احنا بنبقى عاملين خطه، الخطه ديت عندنا قسمين، واوقات بيبقوا 3 اقسام. القسم الاول اللي هو الطلايع، اللي هو بيبتدي من 6 سنين، واوقات بناخد الاولاد اللي هم اقل من 6 سنين في بعض اللعبات زي لعبه الكاراتيه لحد تحت 18 سنه، دول بنسميهم الطلائع. من فوق 18 لحد 35 دول بنقول لهم الشباب. اللي فوق 35 ما بنقولوش بقى مع السلامه، بنعمل حاجه اسمها كبار السن والرواد. دي بتعمل لهم خطه سنويه، والخطه ديت بتبقى معتمده من الجهه الاداريه، واخد بال حضرتك. وبعدين عندنا دايما الرحلات، بنقول رحله للمتميزين، الاولاد اللي هم متميزين على مختلف الانشطه بنطلعهم رحلات. ممكن نطلعهم رحله للعين السخنه، ممكن نطلعهم رحله لاي شاطئ، ممكن نوديهم دريم بارك. يعني احنا المدرج عندنا في الخطه رحله لدريم بارك، الاولاد بيتميزوا وبيبقوا مبسوطين جدا وهم فرحانين بحاجه زي كده. فالتميز كتير قوي، واخد بال حضرتك. يكفي ان بص حضرتك الملعب اللي احنا بنعمله ده ملعب يعني مش موجود خالص، يمكن موجود في بعض المراكز الشباب معدودين. وده في الولد لما بيلعب على الملعب نضيف وكده متميز، وده في الولد بيبقى ده تميز للولد، وبيلاقي نفسه فيه كده وبيلاقي رغبته اللي هو جاي يقدم فيها مركز الشباب. خاصه ان احنا مراكز الشباب عندنا الاشتراكات بتبقى حاجه يعني بسيطه جدا، حاجات يعني حاجات لو تذكر الولد 25 جنيه في السنه، يعني بما يعادل 2 جنيه في الشهر، واخد بال حضرتك. والانشطه عندنا متميزه الحمد لله، وابناء الزاويه هنا هو بيلاقوا نفسهم في مركز شباب الزاويه الحمراء. طب عايزين ننصح كل اب وكل ام ان هم يعلموا اولادهم الرياضه، وان هدي حافز للاطفال اللي بتشاهدنا دلوقتي، نقول لهم ايه؟ لازم الاب والام يتكلموا مع ابنهم من اول ما الولد يبقى عنده 4 سنين، ويبتدي يسحبوه كده لمركز الشباب، ويعرف الولد لما يعرف الانشطه اللي موجوده في المركز ايه، هتلاقيه هو لوحده بيتوجه للنشاط اللي بيحبه. لو بيحب كره القدم هتلاقيه بيروح يتفرج على كره القدم، وبيسعى ان هو ينضم او ينزل الملعب وكده. برضه يتفرج على الكاراتيه، يتفرج على الكونغ فو، يتفرج على التايكوندو، وفي العاب كتير في مراكز ثانيه، واخد بالك. وبالتالي اذا الولد انا وجهته بطريقه غير مباشره، بيبتدي يختار النشاط اللي فيه. الا وفي بقى ولد بيبقى متميز لوحده، ازاي؟ بتلاقي ولد ما شاء الله عليه يعني ايه، بيكتب شعر، ولد في الرسم، ولد طويل ينفع مثلا في العاب زي الطايره والسله، واخد بالك، واليد، الالعاب اللي هي بتحتاج طول. في هو توجيه، لازم التوجيه بتاع الاب والام يبقى بطريقه غير ايه مباشره. هتلاقي الولد هو ما شاء الله توجه لوحده كده. هنا بقى ايه دور الاب والام، ان هم يبتدوا ايه، مش زي زمان. احنا زمان على ايامنا لما كان ولد مثلا نروح مثلا نلعب، لا ما تلعبش، لكن دلوقتي لا، الاب بيقعد والام بيقعدوا مع التدريب الولد لحد ما يخلص، وبيجيبوه المركز الشباب وبياخدوه يروحوه. اذا في اهتمام، لا اهتمام من اولياء الامور يشكروا. انا بوجه لهم رساله شكر، شكرا لاولياء الامور ان هم بيطلعوا ابطال من مركز الشباب، ممكن يلعب في اي نادي وممكن يمثل مصر. بشكرك جدا، شكرا. ربنا يخليك يا فندم، شرفتينا والقناه شرفتنا، واخد بالك، وبرنامج شرفنا ان شاء الله. وما زلنا متواجدين من داخل مركز شباب الزاويه الحمراء، ومعانا الاستاذ كابتن سمير شريف. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. أهلاً.
احنا طبعا متواجدين هنا بالمسرح وبالاخص في الفنون الشعبيه، عايزين نعرف الاستعراضات اللي موجوده بتتم هنا فيها ايه. هو احنا هنا في المركز المدربين بيستقبلوا الاطفال من سن 8 او 7 لغايه 17 سنه، بيبدا معاهم التمرين، بيعرفهم يعني ايه فنون شعبيه ويعني ايه تراث الفن الشعبي بتاعنا، بيبدا معاهم بتمارين البار اللي حضرتك شايفاها دلوقتي وحوالينا، ازاي البنات تنسق جسمها بالتمارين ديت، وبعد كده بيبدا بقى يخش في يعرفهم تمارين الفنون الشعبيه والفن الشعبي بيتعمل ازاي، وبداوا يحركوهم على التدريب على الاستعراضات فرقة رضا كده. زي فرقه رضا بالظبط. هو ده نموذج اللي علمه محمود رضا، بيبدا يتعلم بقى في مراكز الشباب ويبدا يتعلم في الحاجات دي كلها. لو حابين ننصح اي الاطفال اللي بتشاهدنا دلوقتي وكل بيت مصري نقول لهم ايه؟ نقول لهم حاولوا تشغلوا اوقات الفراغ بتاعت اولادكم، وما تخافوش ان اوقات الفراغ ديت اللي بيقضوها في النشاط دي بتساعدهم في الدراسه وبتخليهم اشطر في الدراسه بالعكس، وما يكونوش عندهم انطواء وبيبقى في مجموعه مع بعض وبيتوافقوا مع بعض، والاطفال بتخرج بره النمط السائد يعني، فبيتعرفوا على اطفال غيرهم وبيتعرفوا على زمايلهم، بيبداوا اجسامهم تتمرن تبقى اجسامهم كويسه جدا، وبيبداوا يمارسوا النشاط، وده بينعكس على الدراسه. بشكر حضرتك جدا وشرفتنا ببرنامج اهل كايرو. تحت امرك، تحت امرك. هو بالصدفه واحنا متواجدين من داخل مركز شباب بالزاويه الحمراء قابلنا هاجر ووالدها جايين من مركز شباب السواح زياره، ولقيناهم فريق عمل جميل. وهاجر هتسمعنا حاجه. انت سنه كام الاول يا هاجر؟ سنه رابعه ابتدائي. طيب هتسمعينا ايه النهارده؟ اغنيه كلك معايا لام كلثوم. طب ممكن تسمعها لنا بقى وتسمعي ضيوفنا اللي بيشاهدونا؟ قالك معايا أجمل حكاية في العمر كله، حلها ما فات جمالها على حب قبله سنين ومرت زي الثواني. فحبك انت جميلة قوي يا هاجر. وازاي جميلة قوي يا هاجر. شكرا. وصوتك جميل قوي قوي قوي. شكرا. مين اللي علمك الغناء؟ بابا. بابا اتعرف على حضرتك؟ انا سعيد علي، مدرب موسيقى في مركز شباب السواح، وبعزف ناي وأورج، ودي بنتي هاجر اصغر اولادي، وبرضه دي بنتي مريم. انت علمتها الطبلة؟ هي طلعت كده لوحديها. حابة الطبلة يا مريم؟ اه. سنة كام؟ اولى ثانوي. طب وهل يا ترى اثرت عليكي الطبله في مذاكرتك؟ لا انا الحمد لله في ثالثه اعدادي كنت بطبل وكنت بروح النادي معاهم وجبت 98%، فكنت هي مساله تنظيم وقت بس. طب لو عايزين نسمع منك حاجه كده لوحدها، طب تسمعينا؟ حابه الغناء ولا مالكيش في الغناء؟ لا ماليش. طيب حضرتك ما شاء الله عزفك جميل جدا، بتعزف حاجه تاني غير الناي؟ يعني انا بدات اتعلم اورج مؤخرا، لان طبعا انت عارفه ده بيحتاج نفس طويل، فدرست اورج وتعلمت يعني، وهو اللي بدرب بيه الاولاد في مركز شباب السواح. ما شاء الله انت معاك اتنين ما شاء الله عليهم، ربنا يخليهم لك يا رب وربنا يوفقكم. بشكركم جدا. العفو يا فندم. وما زلنا من داخل مركز شباب الزاوية الحمراء، ومعانا المستشار محمد عفيفي رئيس مجلس إدارة مركز شباب الزاوية الحمراء. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بيكم في مركز شباب الزاوية الحمراء. حضرتك نورتنا النهارده في برنامجنا اهل كايرو، واحنا النهارده موجودين في قسم حمام السباحه. حضرتك كلمنا بقى عن حمام السباحه والتدريبات اللي بتتم فيها. هو المسمى بتاعه اصلا مش حمام سباحه،
ده مجمع العاب مائيه احنا عملناه بنظام البي او تي، نظام الاستثمار. مجمع الالعاب المائيه دوت عباره عن حوض مائي 12 في 12 وموجود فيه اكوا بارك، والاكوا بارك دي عباره عن زي زحاليق كده بثلاث اشكال، وفي زي تراس كده موجود عشان الناس تقعد بيه، ودي حاجه عملناها لاول مره موجوده في الشرابيه والزاويه. وبالنسبه للاكوا بارك دي مش موجوده تقريبا في القاهره الكبرى الا عندنا بس في مركز شباب الزاويه الحمراء، ودي طبعا خدمه لاهالي الزاويه الحمراء. العمق قد ايه للحمام؟ لا العمق مش كبير طبعا، العمق عندنا متر او متر و20 طبعا، عشان طبعا ده مجمع العاب مائيه فيه اطفال بينزلوا فيه، فلازم السيفتي فيه وعامل الامان يكون متوفر، والحمد لله يعني الموضوع في الامان وفي هنا منقذين والدنيا كويسه الحمد لله. طيب الاطفال اللي بتبقى موجوده داخل الحمام السن المسموح ليه ان هو ينزل في سن كام؟ يعني من اول مثلا 7 8 سنين وانت طالعه معايا، انما اللي قبل كده في حمام صغير عاملينهم للاطفال وموجود تحت الزحليقه دوت، عشان برضك لو الكاميرا اجيبه تحت الزحليقه على طول، عشان برضك بنراعي ان دي ميه ومفيش اطفال تغرق او كده. طب عايزين رساله اخيره نوجهها للاطفال اللي بيشاهدونا والاولياء الامور اللي بتشاهدنا، ان احنا نشجعهم عن الرياضه وان احنا نجيبهم هنا لمركز شباب الزاويه الحمراء. هو طبعا كل اب وكل ام لازما النهارده يوظف طاقه، لان الولد عنده طاقه، لازما يوظف طاقه الولد دوت بشكل ايجابي في رياضه، لان الرياضه ديت هي اللي هتنمو بالطفل دوت عقليا وبدنيا وهيبقى مفيد للمجتمع بشكل عام. نشكر حضرتك جدا معانا النهارده في برنامج اهل كايرو، حضرتك نورتنا النهارده، تحب تقول اي حاجه تاني؟ احنا اللي بنشكركم وبنشكر ان الاعلام بيسلط على الاماكن ديت، لان الاماكن دي هي اللي بتطلع بعد كده الابطال والنجوم، فاحنا بنشكركم وزياره جميله ان شاء الله. وما زلنا متواجدين داخل مركز شباب الزاويه الحمراء ومعانا الكابتن عبد الرحمن، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. احنا طبعا متواجدين عندك النهارده في التايكوندو، كلمني عن التايكوندو بشكل عام. هو التايكوندو لعبه اولمبيه تمام، نشاط التايكوندو في المركز هنا محقق بطولات كويسه، عندنا اكتر من 10 ابطال جمهوريه كل سنه في مراحل مختلفه، تحت 10 وتحت 12 وتحت 14 سنه تمام. التايكوندو عموما بيعتمد بنسبه 95% على الرجلين و5% ايدين، لعبه اولمبيه يعني لها رانك عالي جدا، بيدي له فرصه ان هو يلتحق ببطولات الجمهوريه، بيشارك في خطوات الاحزمه وبيختزل خطوات الاحزمه، بينضم للمنتخبات القوميه من تحت 14 سنه، كمان بيشارك في المنازل العسكريه وفرصه كويسه جدا في المكسب احسن من اي لعبه ثانيه، خصوصا كمان من البروتكت. هل يا ترى بيبقى مثلا بيدي حافز ان البنت تقدر تدافع عن نفسها في الشارع لو تعرضت لاي موقف؟ احنا عندنا اصلا ثلاث ارباع اللعيبه اللي موجوده عندنا ابطال جمهوريه، يعني عندنا كمان يعني زي صفيه مثلا بطل الجمهوريه سنتين ورا بعض، شاهد بطل الجمهوريه تاني الجمهوريه، ميار تاني الجمهوريه، الفكره كلها مش فكره ان هي بتدي حافز قد ما البنت ذات نفسها تبقى واثقه في نفسها زياده عن اللزوم، البطوله في حد يعني البطوله في حد ذاتها اصلا بتدي حافز ودافع للولد ان هو يكمل انضمامه للمنتخب او الكلام ده. يعني لو حصلت مشكله في الشارع يقدر يدافع عن نفسه؟ اه طبعا، وما فيش حد بيقدرش يدافع عن نفسه، الفكره كلها ان هو بس بيبقى متحجم على اساس ان هو احنا بنوفر له هنا في الصاله عوامل امن وسلامه كبروتكتور، الادوات بتاعته او البساط والكلام ده، فهو بس بيبقى بيتردد ان هو يضرب حد فيصيبه، فالمشكله كلها ان هو بيبقى عنده ثبات انفعالي بس، هي دي. بشكر حضرتك جدا. وما زلنا متواجدين داخل مركز شباب الزاويه الحمراء، وحاليا احنا في الملعب ومعانا الكابتن محمد، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. احنا دلوقتي في ملعب الكوره، قولي بقى عن كلمني عن نشاط الكوره وانتوا داخلين، هل يا ترى في يعني بطوله جايه ولا؟ احنا الحمد لله النشاط المركز بيوفر لكل حاجه للاولاد هنا، ده مركز بيلم الشباب ان هم بيمارسوا رياضه، واللي ما بيقدرش يمارس بره المنطقه بيمارس هنا في المنطقه، والمركز بيشترك في دورات مراكز الشباب ومراكز في دورات مراكز الشباب بتعمل، المركز بينافس فيها ان شاء الله الحمد لله، ومجلس الاداره موفر زي ما حضرتك شايفه الامكانيات الادوات والولازة، وكان الاستاذ احمد مع الاستاذ احمد حسن المدير السابق كان موفر لنا كل حاجه، ودلوقتي بيكمل المسيره بتاعته الاستاذ محمد اشرف والاستاذ عفيفي رئيس مجلس اداره، وطبعا انت شايفه الشباب يعني الحمد لله العدد الحمد لله كويس، بالنسبه للملعب صغير احنا عاملينه على فترتين، فدي فتره اولى وفي فتره ثانيه هتيجي مجموعه ثانيه جديد، فالحمد لله وعندنا يعني لعيبه كتير بتطلع من هنا، بنفرز لعيبه كتير قوي بتروح الانديه، انديه الدوري الممتاز. ازاي بتوفروا ما بين الدراسه وما بين الالعاب الرياضيه هنا؟ بالنسبه للتدريب بيبدا زي ما انت حضرتك شايفه من الساعه 5 في الايام العاديه في الصيف،
اما في فتره المدارس بنخلي التدريب من الساعه 6 لغايه الساعه 8، بيكون الولد راح المدرسه بتاعته واللي راح درسه واستريح وجه بيظبط. وبعدين بنحاول ان احنا كمان بنعمل له يوم الخميس ويوم السبت، بيبقى الخميس صباح الجمعه اجازه والسبت اوريدي هو اجازه، فبنشتغل سبت وخميس عشان ما ناثرش على الاولاد في بالنسبه للدراسه. اتعرف عليك؟ محمد تامر. ازيك يا محمد؟ قول لي بقى انت في سنه كام؟ تاني اعدادي. طب وهل يا ترى الكوره مش مؤثره على مذاكرتك؟ خالص. طب ايه رايك في الكابتن بتاعك؟ حلو. بيأهلك ان انت تخرج من هنا وان شاء الله على نادي كبير؟ ايوه. مصطفى محمد. ازيك يا مصطفى؟ قول لي بقى انت في سنه كام؟ طب الرياضه مؤثره عليك في مذاكرتك؟ طب نقول ايه للشباب اللي بيشاهدونا اللي من سنك كده، نقول لهم ايه عشان يلعبوا رياضه؟ تهتموا بنفسكم وركزوا في دراستكم وبعد كده الرياضه، عشان الرياضه مهمه. اشكرك. اشكرك.